رافائيل نادال باريرا من مواليد 3 يونيو عام 1986 هو لاعب كرة مضرب إسباني وأحد اللاعبين الذين تربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة. يرى بعض المحللين والنقاد بأن نادال سوف يصبح أعظم لاعب كرة مضرب على مر العصور بفضل نجاحاته على الملاعب الترابية بشكل خاص. استحق نادال لقب ملك الملاعب الترابية كونه يعتبر لاعبا دفاعيا من الطراز الأول بفضل لياقته العالية وروحه القتالية. يملك نادال رقما قياسيا بعدد الانتصارات المتتالية، وهو 81 انتصارا متتاليا، وانتهى بخسارته أمام اللاعب السويسري روجر فيدرر في نهائي بطولة هامبورغ عام 2007. استطاع نادال الفوز ب14 بطولة جراند سلام لفرد الرجال، 9 في بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولتين في ويمبلدون، وبطولتين في أمريكا المفتوحة، وبطولة في استراليا المفتوحة. كذلك فاز نادال بالميدالية الذهبية في فرد الرجال في الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، و27 لقبا حازها من سلسلة بطولات الماسترز 1000 نقطة، وهو رقم قياسي. كان نادال قد فاز مع المنتخب الإسباني لكرة المضرب بلقب بطولة كأس ديفيز أعوام 2004، 2008، 2009 و2011. في شهر سبتمبر من عام 2010 أصبح نادال 7 أصغر لاعب في التاريخ، ومن بين 4 في العصر المفتوح يجمع بطولة الجراند سلام 4 بحصوله على لقب بطولة أمريكا المفتوحة. بات نادال اللاعب الثاني في التاريخ الذي حصل على رباعية الجراند سلام والميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بعد الأمريكي أندري أغاسي. أصبح نادال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز ببطولة من بطولات الجراند سلام 9 مرات، 5 منها على التوالي. كما وتبوأ نادال مركز المصنف الأول عالميا في قائمة تصنيف لاعبي رابطة محترفي كرة المضرب في 18 من أغسطس عام 2008 وحتى 5 يوليو عام 2009، واستطاع العودة للمركز الأول بعد نهاية بطولة فرنسا المفتوحة 2010.